السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدين الكرام في قناة الأزاد على الخير كذلك. نسأل الله عز وجل أن تكونوا بصحة عالية إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد عن لعبات إندينج النهاية، لعبات الهاتف أندرويد. نعم لعبة جميلة جدا هذه اللعبة. نعم وكما تشاهدون في الأعلى لون سمو خاص في اللعبة، لون سمو جميل. من أعجبه الفيديو فليترك لنا لايك ومشاركة القناة على الأصدقاء كي نأتيكم دائما بما هو جديد. إن شاء الله سندخل لنشاهد بعض تفاصيل هذه اللعبة الجميلة. إن شاء الله سأترك لكم رابط اللعبة في الوصف لمن أراد تحميل هذه اللعبة الجميلة. لعبة خرافية كما تشاهدون. أنا أعشق جدا ألعاب الألوان الأبيض والأسود. لعبة خرافية. سندخل نحن والمشاهد الكريم ونختبر هذه اللعبة الجميلة. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي داخل اللعبة. لا تنسوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننتظر حيثما تفتح اللعبة. لعبة خرافية. سنشاهد أوضاع اللعبة ومراحل التي يوجد فيها اللعبة وكيفية اللعب فيها اللعبة. نعم سنبدأ إن شاء الله. لعبة خرافية. من أعجبه الفيديو فليترك لنا تعليق ولايك. نعم هذه هي المرحلة الأولى. النوم الأبدي. سأضغط نعم. أضغط على الأسهم هكذا. أضغط أيضا وسنبدأ المرحلة من هنا إن شاء الله. فيه شتى المغريات ويخبرني بأن العمر ولا فوا أسفي على عمري وذاتي ويا لله كيف وضعت حقا صندوق الأمام وما بادرت لكي أستطيع العبور من هذا المكان. لكن يجب التركيز جيدا هنا. سيلاحق يطاردني إحدى الشرير. كأنك ما علمت أن ربي أليم بالخواف المضمرات. يجب التركيز جيدا. نعم كأنك لم تذوق الموت قصرا ولم تلج بقدر. يجب هنا التركيز جيدا. نعم هكذا لا بأس لا بأس. نجوت من هذا الوحش. نعم سأحاول أن أتخطى المرحلة. نعم ولم تدري عن الجنة حتى أضعت مهج عباد تقاتي. أراك قد بلغت تمام عمر وأدركت الأشد من الصفات. فيا نفس استفيقي ليس يبدي إذا ما مت غير الصالحات. وعودي. نعم وصلنا إلى نهاية هذه المرحلة ونهاية الجزء من هذه اللعبة. فمن أعجب الفيديو فليترك لنا لايك للفيديو وتعليق لكي نأتيكم دائما بما هو جديد وجميل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.